في الحوار أن يعطي أسماء. المؤتمر الوطني المنغدا لديه اجتماع الساعة 10 لإعطاء. أثناء كان لدينا مشاورات آخرين في اللقاء ملنا معهم لأمس واليوم وحتى ونحن نأجل هؤلاء اللي بيعانون على الصعيد الإنساني بحسب طبعا تأتينا بها الأمم المتحدة. نأمل أن يأخذ المؤتمر ولايته القرار ومنذ الظهر أو مساء نعلن عن رغبة الأمم المتحدة أن تقوم اقتراحات وحتى قوم بما طلبته بان كي مون الآن في اللغة الجمعة الماضية نهار الجمعة تعلمون كل شاركوا في الحوار هذا الحوار واضحة وقوية ليبيين اتفاق ومتوازن الخيار الوحيد الأزمة الليبية وعلى هذا الاتفاق أن نشكل حكومة هذا الأسبوع ذلك أتينا إلى عملنا بجهد كبير من الماضية وحتى هذا المساء أخبار جيدة الوحيد الذي لا أسماء في السابق هذه الحكومة أن يقوم باجتماع عاشرة من أجل إعطاء أسماء مرتقبة ونطلب ومع كل الأفرقاء عن ما غدا مساء وكل الذين ينتخبون في ليمار الوطني العام يخدمون 2.5 مليون مدينة بحسب وكالات الأمم المعانون على المستوى الإنسان أعود وأكرر نصف من الليبيين من أجل هؤلاء الليبيين المنع على المستوى الإنساني اتخاذ هذا غدا لبعد تقدير الغد إلى الأسئلة وإذا ممكن Well, I think prospect is good. It's not a matter. It's a matter of. أمور جيدة ولكن قضية أمل بندا إلى ما حصل. هؤلاء الذين كانوا يتصارعون الفترة الماضية سابقة جلوار الآن الخبر بأن المؤتمر يقرر غدا الأسماء. يكونوا جميعاً نين لحسن أتونا غداً الأسماء للائحة من النقطة الوحيدة العارق النهائي هي قضية 5 أسماء هذه والأخبار الجيدة نأمل أن يتأتي مساء الفاق النهائي نحن طبعاً لا نعطينا كل الأسماء أن الطرفين إن كان من البرلمان لديهم كل فريق أسماء سيتوافقون رأي ووزارتين سياسيين إن صورة واضحة عن كان أن يقدم ومن الممكن أن نقوم غدا مساء هذا ما نحن نشجع نحن فعلا نحتاج إلى هذه الخطوة يخص وهي ليست نهائية معنى الترشيح شخصيات ليبيا وهذا أفين عليكم فقد سمع وسائل التواصل الاجتماعي أعتقد أنه بات معقولا حتى اللحظة واسمحوا لي لكن قدر من السر
لا أبوح الأسماء، لكن دعونا أننا صراحة بعض الأسماء يمكن لها أن تعمل معهم أناس يتحلوا بالكفاءة بهم جزءا. كما قلت في ليبيا لن تحلها على يد شخص، ولكنني أقول أنه الصورة صورة والتوقعات ممكن. إن كنت هنا بالعام أناس يمكن الثقة بهم فعليكم العمل في مجال، لكن العمل في مجال ولا سيما في نحن نعيش فيكون عليكم. يوم الأمس كان مؤتمر صحفي، قدروا لكم صبر، فأن آخر شيء به هو أن نقيمنا لفترة طويلة هنا وفي ذات الوقت إلى هنا من أجل إمعتم بالمفاوضات كانت أطول مما هو. في مرحلة من المراحل لا يطلب من صحفيك بسبب تلك لما كانت هذه الصورة قد بضعة أسابيع كانت انعقدت في الساعة عدت بنا يوم الأمن نجري مؤتمرا صحفيا. نعم لقد عقدنا اجتماع مع مجلس الأمة الوطني العام عفوا، وأيضا إذا في هذا المؤتمر مع أخرى أيضا كانت تنعى أوروبا أن الصورة الكلية وأننا لم نرضي الأطراف المعنية. جلسة مخالفة الأسرة الدولية منذ ذلك الحين كان مفتوحا الأمم لكافة أطوار للاستجابة، وعلمت من قبل الرئيس أنه كان يفضل الاستجابة بالطبع القضايا ولبعض العناصر ليست مشاكل، إنها مشاكل تنظيمية ولوجستيك على الحل السياسي النتائج السياسية. ولا بد لي أن الوفد في المؤتمر الوطني العام كدراية التي كان يحمل الدولية ويعمل بشاركة بإيجابية، فإن والسيد بيغلي توجها من أجل إجراء اتصالات مع زملائه ومع المجلس، وأن هذه التوج يوم الغد بين décision qui les libre prendre on n'est pas encore rappelé que on a un accord mais on a deux possibilités la totale sur la liste l'idée c'est que position qui on a fait في بعض الأحيان فرق نهائي فهناك إذن اقتراح الأمم المتحدة بعد المؤتمر الوطني وآخرين الذين في المؤتمر سحال القبول، لكن الآن اتفاق وهناك أيضا اتفاق التوقيع النهائي العناصر الأولية ومن ثم الإمضاء. مشاهدي قناة التغطية الخاصة التي ساعات مبكرة الزملاء أما لتغطية الآن في وعلى حكومة أو حكومة توافق، سنكمل ما بدأه هي التغطية للحديث عن بداية التي طرر وتبعنا صحفي الذي ألقاه الدين ليون وتحدث على العط وبدأ والتفاؤل يوم غد ولادة فاق وطني. نتابع ثقة من ضيوفنا الذين معنا عبر سكايب السيد شلوي المحلل الدكتور جمعة ناشط الحقوق محامي. مرحبا.
جاءت منذ قليل من اليون، التمسنا يوم غد عندما ظني صباح الغد يخرج بمرشح لحكومة التوافق، تحدث اليون عن مساء تولد أو حكومة التوافق. ما هو رأيك وما هي سيد اليون؟ اليوم طاق استثناء ربما حديث يتكتم بعض الشأن وارث، لكنها طبعا فلذلك هو تحقق الموضوع. وربما القائمة بتوقيع 63 توقيع 63 من أعضاء إليهم كتلة عضوية يتجاوز حاجز، ما يجعل اليوم المؤتمر ربما استكمال المشوار وتعديل هذه القائمة لتقديم مؤتمر وتمثل في استكمال الحوار وهو التوافق الوطني. ربما هذا دعا اليون إلى التفاعل. أشرك معي مرحبتين بك دكتور. أهلا بك. هل من الممكن أن يصبح الغد بشحيه أو الأسماء يعني بها إلى الخيرات ووفاق وطن غد؟ طبعا بيصبح التنبؤ مؤتمر أو غير المؤتمر السياسي من باب يعني غيب، يعني نحن لا نؤكد، ولكن ما مليون مات إليه كما الأخ صلاح نفس الأسلوب وجرعة التفاؤل، للأسف لم يعطي فيها التي تقنع المنتظر الآن ينتظر قوم التوافق. مع أن النقطة السيد اللي لم يتكرم هو هل ستشكل الأوقية على الاتفاق عدد ولادة الغد اتفاق الاتفاق اللي ستعمل هذه الأوقية، لكن تحدد أسماء أو لا يحدث ذلك أكبر. أيضا لم يطمئن أيضا أن الأمم المتحدة لهذه الحكومة على كيف ستمن أداء عملها، كيف ليست هناك خطة في خطوطها العريضة. مع ذلك لسه التشاؤم، نحن الآن كارثة ليس فقط الملكهم ولكن 6 مليون يعانون الآن في ليبيا. ما كان موقعهم الذين هذا الاتفاق صوتهم ورغبهم وأمالهم تؤخذ في الاعتبار، ويجب المتحدة للأسف الشديد أن هذا الرجل يريد هدف تشكيل الحكومة، وما حتى نجحت وظيفيا نات اللي تجعل المواطن الحكومة ليست مجرد آن نحن لم تعد، ولكن يعني الإبعيدية الحقيقية لإخراج البلد وفق توافقي أقيبص فيه كل طرف بل ما هناك نية وإيقية إخراج عنيه، ومما هو الأيام القادمة لن ننجح. نعم لك مجددا من الصخيرات مفادنا من هناك السيد مراسل قناة عماد عبد الحميد، وكذلك الأستاذ صلاح شليوكي. نعم آخر المستجدات وقت المؤتمر الذي يعني ألقاه سيدنا الدين اليون. نعم أنا موعده يوم أمس بعد عودة قد تم بين عودة عبد المؤتمر الوطني وكذلك المبدأ، بعدها عودة عبد الصادق يوم ألقى المؤتمر الصحفي الأسماء للحكومة من كافة الأطراف، ونص المسودة الآن قد وقع وهي فيما يتعلق بالتموما. في سؤال لليون ما هي المناطق الرئيسية التي قال أن هاش حالها أصبحت، وبالتالي هنا نتحدث عن تشكيل الحكومة سيعلن تسمية رئيس الحكومة. عماد هذا كل ما تمسته أو قرأته يعني حوارك مع بعض الحوار هناك أو من هي آرائهم ما هي؟ نعم هنا الحديث هنا الوفود المشاركة في مرحلة تشكيل بعض أعضاء البرلمان سيتم الاستكمال الحكومة حتى في ظل الموافقة على المؤتمر من قبل هنا المؤتمر صرح أسماء عن طريق مجموعة 60 عضو تقريبا، مجموعة من الأسماء طلبت رئاسة المؤتمر عليها رئيس وفد الحوار عوض عبد الصادق إلى يبدو أن الآن مزيدا من الوقت، وهذا في تصريح أن الأطراف قد وقعت على هذه الأطراف الحوار السياسي المسودة الأطراف عمليا وانتقلوا مرحلة الملاحق. المؤتمر الصحفي بعد لقاءات ربما هل شاهدت سليون مع اللقاء؟ يوم مليون اجتمع تقريبا في مدينة الصخيرات مع أعضاء البرلمان أو من بعض الوفود التقليين، واجتمع كذا بلديات وحد أسماء المرشحة للحكومة، ويبدو أن تم رئيسية حتى 5 أسماء مرشحة، الخمس سيادي حكومة ونائبي وكذلك قائد وزارية متخصصة مع نعم. عماد بالعيد مفادر لك.
صلاح الشلوي صحفي لعضو فريق الحكام في تقديم فريق حوار أسماء للحكومة؟ إن فريق المؤتمر أسماء وقائمة الأسماء الشحات التي تمت في من 63 ضمن أن اليوم أيضا تنضم إليهم قائمة تقريبا 12 سيتجاوز حاجز 70 تصور لهم تصور كثيرا لعدم ودعم الحوار في حوار في الصخرات رأيهم أو ترشيحاتهم إلى فريق الحوار. وذكر أنها غير رسمية وثيقة رسمية داخل المؤتمر حولها أو تغييرها معري. أظن أن هذا هو الذي ما فيش حد قال أن فريق تصريح للحوار محمد العماري هناك أسماء ربما ليس بعد لأن الأربعاء الجلسة التي يمحل نقاش لهذه يوم الأربعاء غدا إن شاء الله لم يتم بعد بشكل نهائي قائمة أو رأي المؤتمر لأن مناصب يبدو بأنها اجتهادات يعني من بعض الحوار هناك لمين والصحفيين اللي أسماء ربما تم التوقف من المؤتمر. يعني للدكتور تحدثت منذ قليل المفترض التركيز فاق وليس الأسماء المرشح ظهر على سيد الخلاف تسمية أشخاص لتولي حكومة كيف تفسر هذا على اجتماع الجمعة عن وكأنه تاسي قد حدث ذكرت هذه النقطة مبهمة على الأقل يعني هل حسان أم حسان يعني هناك شيء عدم الوضوح الجمعة الماضية واتفاق نعم هل السؤال وقيع أني ودى يضم الحكومة والتشريعية وكافة هل تم أم أن السيد الآن حكومة لم يوضح للأسف أعترف بأن الموضوع لا أما الجدل المؤتمر والانقسامات التوافق وعدم التوافق تدناه يعني كلا الطرفين موجود والرد والشخصنات اللي للحساب مصلحة المواطن وكررنا ذلك ناشدنا والضمير الغائب الناس أيها الناس اتقوا الله فلتتفقوا فعلا يستؤدي دورا مفيد المرحلة يكون الصراع صراع شعب وعلى أن فلا يعادله إلا على رأي المثل الليبي طرد القنطرين هذه بخير ومع خطوة أولى الجميع يوافق حتى يكون عليه ثم يكون عنوان سياسي أمام الليبيين ولن تحل المشاكل مركبة وليس أقل كوحدة هذه البلد يوما بعد يوم مدت فيه الآن يعني الحوادث التي تتحدث عن تمل الجنوب وإلى الشمال ما يحدث من قطع طرق واحتلال مناطق كارثة يعني نحن نرد فعلا هذا المؤتمر من سيستمع أن يقدر خطورة وأيضا السيد اليون وضوحا وأكثر تحديد هام لأن الليبي يعل على الأقل بذكاء هذا يعني أن يوضح الأمور مسؤوليات المجتمع الدولي وصريح على الأقل يتفق ويحس بأن هناك وليست خطوات تلبية وترضية لهذا يعني الأمم المتحدة اليوم بهذه المسؤولية عليه أن يكون فعلا وواضحا مع إلى هذا الغيوم التعتيع وهذه سر في العمل العام ومستقبله نعم نرجع نغلب الجميع هذه المرحلة نعم نأمل ذلك مصلحة لي يتوافق الفرقاء أن يصل إلى وفاق سيد شلوي هل تعتقد بأن يوم بالتأكيد حتى لو يعني لربما موضوع واحد وهم مرشحين الوفاق أن يوم غد يعني ظهر على سيد مل حقيقة 7 أكتوبر سيكون ليبيا الحديث؟ هو المشكلة مش حتى في جدول أعمال المؤتمر لأعضاء المؤتمر يدل صراحة في إنجازها جدول أعمال فيه قائمة السفراء في سفارات الخارج رئاسة أو قد لا ربما مش دولة في العالم معترفة تقبل منها تسمية في تلك الدول تسمية العليا والمستشارين في المنة يعني الآن فيه نوع من التجاهل لرئاسة المؤتمر هو مطلوب من المؤتمر هناك إصرار من جوز 70 ربما تصل إلى أن غدا جندة المؤتمر هي حول هذه الأسماء وتصور واضح طبعا ربما أختلف قليل ترجمة تيقى في نظر الحسنة والنظر المتاح سيدي نحن فلاح دموي البراميل المتفجرة وبالليلة والخطيفة والآن انتقلنا إلى مسار لأنك أنت تأتي إلى رعون بالسلاح ذلك أنهم هم والأسماء وهذه الحساسية نعم أعتقد حصافها ونفككها آخر اتفاق موجود أولا ملحق من 5 ملاحق الذي تكلم عليه أو تسمعه مسألة هناك ملحق بأولوياته يتناول ماذا يريد الناس هي من
من إجابات نزاع في تصورهم ماذا يأتي. انحصرت في الأمل وتشغيل حول الجهاز الإداري والسياسي والشروع في المتهيكلة الأجهزة المسلحة للثوار هي الاحتياجات منها. أيضا عندك الجانب الاقتصادي، الموارد الليبية أو المرات الليبية وأخذ موجود ويهم المشكلة الحقيقية الكبرى الأمنية ما زالت ناضجة بالشكل، ولكن هذا لا يمنع أن غدا على موضوع الحكومة ناقص. قصة رئيس الحكومة والشؤون البرلمانية وشؤون اللجان المتخلفة، ليس هناك حديث على المجلس الرئيس الحكم إن صح ذلك، سيعطى الفرصة لتشكيل الحان المسار واضح، وقررنا كل هذا تم العشرة أشهر. نعم نعم. شلوي ابقى معي إبراهيم عبر الهاتف. إبراهيم المحلي سرت. أهلا وسهلا بك أخوي معلي. سيد إبراهيم، ماذا تتأمل حوار يعني الجميع غد الأربعاء بحكومة التوافق؟ أنتم المجلس البلدي، في هل تأمل في وصول لوفاق ما تعانيه سرت؟ يعني هو ترى الاتفاق حتى أهالي سرت ومعاناة. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا. مرحبا بك بجميع. طبعا مدينة سرت كباقي نعمل من الساسة وأعضاء البرلمان عليهم تشكيل نظرة لما تعانيه لي الأمن وحقيقة بالنسبة لي. وتشوف يا أخوي السادة الخوائي في طريق مسارات ليري اليوم، طبعا الظهورية 50 وحد على الله التعليم، ما فعله داعش اليوم هي ما شاف على الله لمدينة الجداد. حقيقة سرت تعاني مدينة في ليبيا ونسبة 80% من السكان مهاجرين. الحكومة هذه نعمل ما صالح ويخدم سرت بالذات، يعني الوضع مزري قبل ما تتصور. مدرسي اليوم في اللي هي قوم الحكومة الجديدة ويطرع داعش في مدينة سرت، 80% من المعلمين والمعلمات المتواجدين سرت. أي شكل من الأشياء في الدراسة داخل مدينة سرت ماذا حتى يبرر اللي يشرف عليهم في سرت ويقول وحول العالم ومن أول إعدادي منقبة نحد العالم أسبوع لينات حالة توضيح أو مدير أو التعليم العالي هي ما يطلعش يقدر يتكلم الخوارج والشرية يسوي بالإنكاش. لكن وزير التعليم هي خليفة الأولي سفر على حكومة حقيقة يدري إذا كان فرض لأن النشيد مش مدرسة وعلى خلاص خلوها الوداع ما سرت. يوضح لكم مدير التعليم الدكتور موسى محمد، طبعا في ناس موظفين سواء أعضاء هيئة التعليم شاب داعش أو الخوارج لا في الدراسة داخل المدينة. مدير التعليم وشر معلي هو وطني يحولها هي سيد الدراسة بشكل رسمي من لكن يعني ربما بأن يعني أغلب يعني الأساتذة مش موجودين داخل المدينة أو من المدينة يعني الدراسة أستاذين مدير التعليم شديد مضغطين عليه موظف مدرس حتى مدير رئيسيش يعتبر مفصول هم بمعنى تهديد إنه إذا كان الشخص ويأخذ في 700 وهذا مدير أو رئيس ولا نفس مين بيدمي الطالب جاء الوسائل الاتصال منذ 4 أيام من هذا بالشعب الحياة ما فيش حياة سير الطوريين موجودين سيطرة وزير التعليم أني معنى استضافة الطالب من الجامعات ويقوم من حزايدة ورئيس الجامعة أن تفرض عليه النشيد الوطني حوض مادة أنيش عارف أني ما لا يستاذي والله سرائي فيما سأمقصد. نعم 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 سيد إبراهيم أن يسمع صوتنا صوتك إبراهيم ليطان عضو من سرت. يعني نتمنى تتمخض هذه حكومة التوافق. ينظر إلى مدينة في ظل ويتحدث السيد التعليم عن يعني التنظيم البغدادي اليمين وعن على المدار سرت، رب يكون لنا في مدينة سرت يعني كرب. سيد جمعة، يعني البرلمان تمديده إلى 6 أشهر قادمة، أي القانوني في ذلك من وجهة نظرك؟ عضو البلد لو تبقى من ضميري لدى كل هذه سواء في المؤتمر أو غيرها حار الخطر القائم أمر لا نتحات هو أمر من شعبنا
التنظيم التكفيد أن يفرض منهجة على ونحن نتصارع أن يتولى ولاية ومجلس النواب يمدد بطريقة غير قانونية من الناحية القانونية. إلا وأنا أقولها إذا كانت النية وقطع الطريق غمرات تستغل الدستور اللي يحصل في البلد احتياطي أو احتراز ذلك فهو تحمية. أسماء من سلطان هم في وراء الأخ من سر يعيشون جحيم. أنا جمعة، هل يمكن أن نوفق الوطني ذاتها إن شاء الله، يعني لو سبحانه وتعالى بأن تولد يكون على يعني أو لو جدولها سوى مدينة درنا الدولة الليبية؟ نعم، أولويات. أنت أمام داهم كما ذكر يريد أن في نفس الدولة العالم ويظن يفرض منهجهم التكشم وطريقتهم مضلة على أسلوب حياتها الأوليات وهذه الذين جميعا والصراعات صراعات مصالح والوطن فشيئا ليست مجرد ضيات أو مستقبل. الأكيد وجود حكومة هي عنوان سياسي معه العالم ليبيا كيف كانوا في البداية أفضل كثيرا تفاقم يوم معها مشاكل ليبيا غير سر وأرجو أن غير مصيب فيها غير سر وحتى أنهم محصنون دول آخر هم ما لم يتحد الليبي يحسوا بالخطر ووقفة رجل واحد وهذه الصراع دي من أجل مصالح أهداف الحقيقة غيرة جدا بلد هذه الأخ مؤلمة خاطب من لديه تبقى له من ضمير أن أنقذوا ليبيا. نعم دكتور جمعة، يعني خلينا التمديد نواب الولاية من جديد فعل من قرار أنا لم أسمع رد فعل ليه، لكن وفقا للقواعد أنه هو لا انتهت نتيجات إلا إذا كان آية إن كان محاولة إنقاذ ما ينفاق وإتاحة الفرصة في هذه المسودة من البرلمان سنتين صدور الدستور المسألة محلول مسودة الاتفاق اللي يجب. أما الآن لم نعد نستغرب شيء حتى يعني عمل قرار بمقاطعة ألبان لأنها مدينة معينة أو في منطقنا إلى ما يعني الحديث مؤلم وصغير جدا. وفي المقابل ما سمعت من إنسان يعيش الجحيم في سرت واليوم على طريق جفرة ندري أين وجنوبنا الحبيب هذه أشياء فعلا. دكتور جمعة لك بعد هذا الفصل ونعود لتكملة عن رات بين الفرق.